لشن سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وصول أولى طائرات شركة طيران الخليج من نوع بيونغ 787 دريم لاينر، وصول أولى طائرة من طائرات الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، يأتي تمهيدا لإتمام انضمام 9 طائرات أخرى من ذات النوع تباعا حتى نهاية العام 2020. هذه الخطوة تعد لحظة تاريخية في التوجه الاستراتيجي لشركة طيران الخليج، خصوصا وأنها تعزز من عملية تحديث أسطول الطائرات في الشركة بشكل الذي يضمن الحفاظ على أرقى معايير الناقلة الوطنية لمملكة البحرين الحاصلة على الجوائز في مجال الاعتمالية والالتزام بوقت الرحلات وتقديم أفضل الخدمات على النحو الذي سيضمن وصول طيران الخليج لمستوى جيد من الكفاءة والربحية ويسهم في نمو الناقلة مستقبلا ونجاحها أكثر. وصول أول طائرة من أسطول طيران الخليج 787 دريم لاينر الجديدة، هذا يوم تاريخي في تاريخ شركة طيران الخليج الناقل الوطني لمملكة البحرين، وإن شاء الله بوصول هذه الطائرة وبوصول الأسطول الذي يليه راح ننطلق إلى وجهات جديدة لنشر اسم مملكة البحرين ونرفع علم مملكة البحرين عاليا. شركة طيران الخليج تمر بمرحلة تغيير جذرية، نتجه في المقام الأول إلى شركة رائدة ليس فقط في الأسطول وفي حداثة الطائرات، ولكن أيضا في الخدمات المساندة. نحن نعلم علم واقع أن الشركة هذه أساسها هي شركة خدماتية، والسبيل الوحيد للتميز هو الارتقاء بمستوى الخدمات للزبائن، ومن أجل ذلك احنا أطلقنا برنامج متطور لإعادة التدريب والتأهيل لجميع منتسبي الشركة ابتداء من الإدارة إلى الموظفين والطاقم الذين يعملون على الطائرة سواء في الطائرة أو في الصيانة، للارتقاء بمستوى جميع الخدمات في طيران الخليج إلى مستوى عالي إن شاء الله ينعكس على مكانة وأهمية مملكة البحرين.